بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نرحب بكم من ميدان الاستعراض العسكري بقوة السلطان الخاصة، لننقل لحضراتكم وقائع احتفال قوة السلطان الخاصة بيومها السنوي، والذي يوافق 15 من شهر مارس في كل عام، وهي تحتفل في هذا اليوم بالذكرى 43 لتأسيسها، وذلك منذ انطلاق مسيرتها عام 1977 للميلاد. واحتفاء بهذه المناسبة، سيرعى معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني حفل تخريج دفعة من الجنود المستجدين الذين انضموا حديثا إلى الخدمة العسكرية بقوة السلطان الخاصة. يحضر هذا الاحتفال معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق رئيس جهاز الأمن الداخلي، والفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وعدد من قادة قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وجمع من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة، وضباط صف، وأفراد قوة السلطان الخاصة. مشاهدينا الكرام، يجسد هذا الاحتفال مدى ما يتمتع به منتسبو قوة السلطان الخاصة من كفاءة وانضباط ومقدرة عالية على أداء واجباتهم الوطنية بكل تفان وإخلاص. أيها المشاهدون الكرام، سوف تتضمن مراسم هذا الاحتفال استعراضا عسكريا سيقدمه الخريجون على أرض هذا الميدان، وكذلك ستشاهدون تكريما لأوائل الدورة المتخرجة، كما سيردد الخريجون قسم الولاء وفاء وإخلاصا لهذا الوطن الأبي ولجلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. مشاهدينا الكرام، يصل في هذه اللحظات معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني راعي المناسبة إلى ميدان الاحتفال، وسوف تعزف فرقة موسيقى الحرس السلطاني العماني السلام السلطاني إذانا ببدء مراسم الاحتفال.
مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات يتقدم قائد طابور العرض ليستأذن معالي الفريق أول راعي المناسبة لتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين. معالي الفريق أول، طابور الخريجين جاهز للتفتيش والتخرج. سيدي، أيها المشاهدون الكرام، تتضمن مراسم هذا الاحتفال استعراضا عسكريا سيقدمه الخريجون على أرض هذا الميدان، وكذلك ستشاهدون تكريما لأوائل الدورة المتخرجة، كما سيردد الخريجون قسم الولاء وفاء وإخلاصا لهذا الوطن الأبي ولجلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. أستأذنكم ببدء الاستعراض. سيد، مشاهدين الكرام، هكذا وبعد أن أذن معالي الفريق أول راعي المناسبة ببدء الاستعراض، سوف يستعرض طابور الخريجين بالمسير البطيء والمسير العادي مرورا من أمام المنصة الرئيسية. طابور دوران يمين الماندو،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يتفضل سيدي معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني الموقر بتسليم الجوائز على أوائل الخريجين لدفعة المستجدين، فلتتفضل سيدي مشكورا. الحاصل على المركز الأول في المستوى العام جندي خالد بن علي بن عامر المعشني. الحاصل على المركز الأول في اللياقة البدنية جندي حاتم بن سالم بن السهيل الراشدي. الحاصل على المركز الأول في الرماية جندي سيف بن علي بن سعيد قعبوه. شكرا سيدي. مشاهدينا الكرام، بعد أن قام معالي الفريق أول راعي المناسبة بتكريم أوائل الدورة المتخرجة، سيردد الخريجون الآن نداء الولاء والتأييد والهتاف بحياة جلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.
سلام لمعالي الفريق أول. سلام. قف. هكذا مشاهدين الكرام نكون قد نقلنا لحضراتكم احتفال قوة السلطان الخاصة بمناسبة يومها السنوي وتخريج دفعة من الجنود المستجدين الذي رعاه معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني. لكم التحية من فريق العمل وتحية مخرج النقل. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.